بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والله إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن هذا الواقع الذي نراه بأعيننا، لا نسمع عنه، نراه بأعيننا أيها الأحبة. يعني القضية ليست قضية أنه يحدثنا عن شيء من الممكن أن يحدث، لا، بل نحن نعيش هذه الظواهر التي أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن أروي لكم هذا الحديث أحبتي في الله، اليوم في هذا الوقت، في هذه الأيام، في ظل الإعلام الكاذب وبخاصة الإعلام العالمي، في ظل أنك تجد أن الإنسان الجيد ليس له قيمة اليوم، تعيس في حياته، الإنسان الطيب، الإنسان الذي يعفو عن الناس، يحب الخير للناس، أولا أصبح عملة نادرة، وثانيا هذا السلوك الجيد يسبب له متاعب، لأن المجتمع في معظمه أصبح يتقن الكذب والغش ولا يريد الخير للآخرين. يعني نجد أن كل إنسان يريد فقط مصلحته الشخصية على حساب الآخرين، لا يريد مصلحة مجتمعه، أمته، مصلحة الأرض بشكل عام، لا لا، هو يمكن أن يدمر من أجل مصلحة شخصية، يمكن أن يؤذي الآخرين من أجل مصلحة شخصية. فأصبح هذا الإنسان اللئيم الأناني هو أسعد الناس، سبحان الله. يعني أنا لدي هنا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الترمذي، ربط هذه الظاهرة بقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى، وهنا هذا الجزء لا تقوم الساعة حتى، يعني أيها الإنسان إذا رأيت هذه الظاهرة تبدأ وتنتشر اعلم أنها أوائل الساعة، اعلم أن الساعة قريبة، أن الساعة على الأبواب. طيب نسأل هذا النبي، متى تقوم الساعة؟ ما هي العلامة التي قدمها لنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لكع ابن لكع، مصطلح غريب يعني الحقيقة في اللغة العربية، لو بحثنا عن الجذر اللغوي لكع، حتى الحروف صعبة اللفظ، يعني غير مستساغة بالنسبة للأذن. تقول معاجم اللغة: هذا المصطلح اللكع يطلق على اللئيم الخسيس الدنيء، أحيانا من لا يعرف أصله، لا تعرف من هو، ولا يحمد خلقه، الناس تكرهه. طيب الحقيقة هذه النذالة والخسة واللؤم والحمق، كل هذه المعاني جمعتها كلمة لكع. يعني هذا الإنسان الدنيء هو دنيء ابن دنيء، وهذا الرجل أو هذا الإنسان بهذه المواصفات الخسيسة للأسف سيكون أسعد الناس بالدنيا، لديه الأموال. يعني انظروا اليوم، انظروا اليوم أيها الأحبة، اذهبوا إلى أصحاب المليارات، هل هم على مستوى من تقوى الله؟ لنتحدث في الغرب، أصحاب المليارات في الغرب ماذا يفعلون؟ يدمرون العالم أيها الأحبة، وكلكم تعلمون الماسونية العالمية، وتعلمون اليوم أن أصحاب الأموال ينطبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. بالفعل نرى بغيانا في الأرض، يعني مليارات الناس يقبعون تحت خط الفقر، مليارات الناس لا يجدون ما يأكلونه، مليارات الناس يعانون من أمراض وضيق عيش، وقلة قليلة تتحكم بالاقتصاد العالمي،
ترويج الإلحاد، وهؤلاء لو درست شخصياتهم تجد أنها شخصيات تافهة، لأن الإنسان الذي لديه خوف من الله لا يفعل ذلك، لا يؤذي الناس، لا يسبب ضررا للناس. لذلك والله أنا بالنسبة لي أرى أن هذا الحديث هو دليل على اقتراب نهاية العالم، وأرى أن النبي يحبني ويحبك، لأنه حذرنا أن الساعة قريبة، لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. فعندما ترى هذا الخسيس الدنيء هو السعيد، وهو الذي لديه السلطة، لديه نشر الفسق الفجور، أيها الأحبة، النبي لماذا يريد لنا الخير؟ حذرنا، وكأنه يحذرك من زلزال أو إعصار أو حريق، يقول لك استعد ليوم القيامة، ارجع إلى الله، تب إلى الله، أسرع إلى العمل الصالح، أسرع يعني بادر بالأعمال الصالحة، استغل وقت الفراغ، أنفق في سبيل الله، إذا كان لديك مال حتى لو كنت معدم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ليس لديك تمرة، بنصف تمرة تصدق بها، ولا تقل لا أريد أن أتصدق، لأن هذه الصدقة هي التي ستجدها أحيانا الإنسان أيها الأحبة، وهذا الشيء أكده حبيبكم عليه الصلاة والسلام. الإنسان أحيانا يلقي تمرة في فم إنسان فقير أو محتاج، تمرة، واليوم التمر يعني التمرة ليس لها هذه القيمة العالية، أي إنسان مهما كان فقير يمكن أن يحصل على تمرة ويتصدق بها، فيتقبلها الله بيمينه، انظروا إلى العظمة، ويربيها ويرعاها وينميها له حتى تكون مثل الجبل، حتى تكون مثل الجبل، هذه التمرة التي لا قيمة لها تكون جبل في الجنة ليس هنا، يعني هنا على الأرض لو أردنا اليوم أن نشتري جبلا، جبل مثلا ارتفاعه 3 كيلومتر وطوله 10 كيلومتر مثلا أو 7 كيلومتر، طيب هذا الجبل كم ثمنه؟ وبخاصة إذا كان مزروع بالفاكهة والأشجار وفيه ينابيع وأنهار، كم ثمنه بالله عليكم؟ أنت تشتري هذا الجبل في الجنة بتمرة، طيب كيف بمن ينفق وينفق وينفق دون حساب ودون، وهو فرح مسرور؟ والله أيها الأحبة لا أملك إلا أن أقول كما قال الله تعالى في حق هذا النبي، قال عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.